محافظ صلاح الدين يناقش الاستعدادات الإدارية والخدمية لزيارة محرم ويوزع صكوك التعويضات على المتضررين من الإرهاب. مجلس محافظة صلاح الدين ينتخب مديراً عاماً للتربية وقائم مقاماً للضلوعية، والسياج الكونغريتي يحاصر أهالي سامراء أمنياً واقتصادياً. السوداني يفتح ملف الحقوق الإنسانية للنزلاء وتشريع مشروع قانون العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ السجون والخروقات. رئيس الجمهورية يرفض الإبقاء على مخيمات النزوح، والتجارة تفكر بتصدير فائض الحنطة لدول الجوار، وربع سكان العراق تحت خط الفقر. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من تكريت، أهلا بكم. حيث استقبل محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل بمكتبه في ديوان المحافظة النائبين المهندس محمد كريم البلداي ونازك مهدي، إلى جانب عطف النجار عضو مجلس المحافظة والنائب الفني للمحافظة المهندس مفيد منعم البلداوي. وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة وممثليها في البرلمان لتلبية احتياجات المواطنين وتذليل العقبات التي تواجههم وإنجاح الاستعدادات لاستقبال زيارة محرم المرتقبة. وكان المحافظ رئيس اللجنة الأمنية العليا قد ترأس اجتماعا موسعا بحضور القادة الأمنيين ومديري الدوائر لتعزيز الأمن والاستقرار خلال شهر محرم وتوفير الأجواء اللازمة لحماية الزوار، مؤكدا تسخير جميع الإمكانيات التي تساهم في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي في المحافظة. وفي متطلبات الاستقرار، سلم محافظ صلاح الدين بدر الفحل عددا من المواطنين المستكملين لإجراءات صرف التعويضات صكوك التعويض بحضور المعاون الإداري أديب الخزرجي. وخلال اللقاء أكد الفحل الحرص على تعويض المواطنين الذين تعرضوا لأضرار جسيمة خلال فترة الإرهاب وعلى دعم استقرارهم وعودة المهجرين إلى منازلهم، واعتبر ترسيخ الاستقرار أولوية في برنامج الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار بعد الآثار السلبية التي خلفها الإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا هذا اليوم برفقة السيد المحافظ توزيع الوجبة الأولى 100 اسم من أصل 950. وصلت تعويضاتهم مبالغ من وزارة المالية بمبلغ ما يقدر ب 14 مليار للجنة الأولى في تكريت. القادم إن شاء الله تعالى ما بعد أن ننتهي من توزيع هذا المبلغ على المستحقين سوف نذهب إلى اللجنة الثانية واللجنة الثالثة في بلد وقضاء طوس خرماتو لتعويض المواطنين عما أصابهم من ضرر. صحيح طال انتظارهم بهذا الملف، ونحن نأمل وحكومة المحافظة السيد المحافظ وكل الإخوان المعنيين إنجاز هذا الملف الذي من شأنه إعادة الدورة التي هدمت بسبب أحداث داعش إلى الرونق الأكمل والأجمل الذي يليق بأبناء محافظتنا العزيزة. نعاهد كل مواطنين أن المعاملات التي قيد الإنجاز والمعاملات المنجزة إن شاء الله تعالى سوف يكون لها تخصيص مالي في القريب القادم، وسوف ينال كل ذي حق حقه
ولن تبخس حقوق أي مواطن في محافظة صلاح الدين من الدجيل جنوبا إلى الشرقاط شمالا ومن توس فرمات شرقا إلى بحيرة الثرثار غربا. وفي ملف آخر، عقد المحافظ بدر الفحل اجتماعا مع ممثلي شركات الهاتف النقال والإنترنت العاملة في المحافظة، ووجه لتطوير وتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت بما يضمن توفير خدمات عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين، وأكد على تقديم جميع التسهيلات المطلوبة من الدوائر المعنية في المحافظة لإنجاز خطط تطوير الخدمات، بالإضافة إلى مساهمة الشركات المذكورة في دعم خطط تنفيذ المشاريع والتنمية. وشاركت في الاجتماع شركات آسيا للاتصالات وزين للاتصالات وإرثلينك والعراق وشركة نور البداية. وفي التعامل الحكومي مع قطاع الخدمات وعمل المنظمات، رأس النائب الفني لمحافظ صلاح الدين المهندس مفيد البلداوي اجتماعا موسعا ضم عددا من ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب مديري الدوائر الخدمية في المحافظة، وناقش الاجتماع ملفا رئيسيا تضمن تهيئة الظروف المناسبة للاندماج المجتمعي من خلال توفير الخدمات الضرورية للعيش بعد نكبات الإرهاب والنزوح الذي أعقبته العودة الفعلية إلى مناطق صلاح الدين المحررة. البلداوي أكد أن المحافظة أعدت خططا متكاملة بالتعاون مع المنظمات الدولية من أجل تنفيذ برنامج واعد يعتمد الخدمة كأساس حقيقي يسود مرحلة التعايش والإعمار الحالية والقادمة. وإلى الجانب التشريعي والرقابي، حيث عقد مجلس محافظة صلاح الدين جلسته 17 برئاسة المهندس عادل عبد السلام الصميدعي لمناقشة مجمل الأداء العام ومراجعة توقيتات الإجراءات المتفق عليها. وانتخب المجلس صباح حسن محمد مديرا عاما جديدا لتربية المحافظة، واختار عواد مظهر محمد قائم مقاما لقضاء الضلوعية، إضافة لاستحداث لجنة الحج الشعبي وتكليف عضو المجلس عاطف النجار برئاستها. إلى ذلك، زار رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة صلاح الدين كامل عباس الأشرف مديرية شرطة سامراء وجنوب المحافظة لتقديم التهنئة للعميد الحقوقي إياد إبراهيم حسن بمناسبة تسلمه مهام إدارة المديرية. وتم خلال اللقاء استعراض الواقع الأمني ووضع خطط حيوية وفعالة من أجل استتباب الأمن والحفاظ على الاستقرار الذي يشهده المواطن من الناحية الأمنية. وشدد الأشرف على ضرورة تسخير كافة الجهود من أجل ديمومة الحالة الأمنية المستقرة واستعداد المحافظة لبذل كافة الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لدعم الأمن والاستقرار وبالتعاون مع قيادة شرطة صلاح الدين وخلق بيئة آمنة ومستقرة للمواطن من جنوب المحافظة إلى شمالها. وفي سامراء أيضا، وضمن معادلة الاستقرار، اشتكى أهالي الأحياء القريبة من الساتر الأمني الكونكريتي الذي يخنق المدينة ويعرقل تطورها ويضيق حركة التنقل والبناء. وقد بيّن مواطنون أن السياج الذي وضع لأغراض أمنية قد أدى دوره وأصبح القضاء يتمتع باستقرار أمني كبير يجعل من رفع الساتر بشكل نهائي مطلبا ضروريا لاستعادة الحركة لشكلها الطبيعي وتسهيل فرز وتوزيع قطع الأراضي السكنية للفئات المجتمعية المستحقة وفق القانون والدستور. الساتر الأمني في شرق مدينة سامراء أصبح عائق ويعني حجر أثرى في تطور المدينة وتوسعتها باتجاه الشرق. هنالك الكثير من الأراضي يفترض أن تتوزع للموظفين والمستحقين والمواطنين الفقراء. هذا الساتر يعني حقيقة أصبح عائق أمام توسعة المدينة، ويعني هنالك مشاريع كثيرة استثمارية ممكن تخدم المدينة وتخدم بناها التحتية وتخدم المواطن أيضا، ولكن هذا الساتر الذي وضع من قبل الأمريكان قبل 20 سنة يعني حقيقة قيد المدينة ويعني حجمها ويعني أصبح ضرر يعني على المدينة. هنالك موظفين قضوا 40 سنة وتقاعدوا وما حصلوا قطعة أرض. عندما نسأل البلدية يقول السبب هو الساتر، يعني الساتر هو يعني عائق أصبح أمام توسعة المدينة في اتجاه الشرق. نحن أصحاب قطاع حي اليرموك في مدينة سامراء نعاني أشد المعاناة من الساتر الأمني في هذا الحي وايضا الاحياء الاخرى من مدينه سامراء. هذا الساتر الامني الذي وضع من قبل القوات الامريكيه في 11 بعد 11 وتحرير المدينه من الارهاب
الآن الساتر الأمني نعاني منه بسبب وضعه على أغلب قطع الأراضي في مدينة سامراء، وهناك توزيع أراضي لجميع التخصصات الوزارات في مدينة الموظفين ومواطنين. نطالب الجهات الأمنية برفع هذا الساتر الأمني بعد أن تم تخصيص مبالغ لهذا الساتر من تنمية الأقاليم، ونسأل أين هذه المبالغ وأين التنفيذ من وزارة التخطيط بعد ورود الكتاب من وزارة التخطيط إلى مجلس محافظة صلاح الدين، وأين عمل مجلس محافظة صلاح الدين من هذا الأمر. إحنا نعاني من هذا الساتر الأمني لمدة تقريبا من 2012 بعد تخصيص الأراضي للمواطنين والموظفين. مع العلم تم تسديد المبالغ الخدمات لهذا الحي والأحياء الأخرى. الآن الساتر الأمني تم الاكتناف من الحاجة إليه في وضع هذا المكان، المفروض أنه يبتعد أبعد مسافة بعيدة عن مدينة سامراء لتوزيع الأراضي للمستحقين. نطالب الجهات المعنية بأمس الحاجة برفع الساتر الأمني الذي وضعه في هذا المكان خدمة للصالح العام. الساتر الأمني وما يشكله من مشاكل على أهالي مدينة سامراء بسبب إيقاف توسعة المدينة وإعطاء حقوق أهالي سامراء من القطع السكنية التي يمتلكوها في ذلك الموقع قبل أو بعد الساتر، نطالب من خلال قناتكم جميع الجهات المتنفذة وأصحاب الرأي في صلاح الدين بإيجاد موقع بديل للساتر من أجل المضي بتوزيع القطع الأراضي على أهلها من مدينة سامراء من أجل التوسعة التي يطمح لها كل فرد سامرائي في هذه المدينة. وفي التعليم، وبعد استعدادات أجرتها جامعة تكريت خلال الفترة الماضية، انطلق وبمشاركة أكثر من 4000 طالب في جميع الكليات العلمية والإنسانية بالجامعة الامتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا من المتقدمين للدبلوم والماجستير والدكتوراه. وأكد عمداء الكليات أن الجامعة تشهد إقبالا واسعا خلال السنوات الأخيرة للحصول على مقاعد دراسية، وذلك نتيجة الرصانة العلمية التي تتمتع بها بين نظيراتها من الجامعات العراقية واحتضانها لعدد من المؤتمرات العلمية العالمية التي أثبتت رصانة بحوثها وتأثيرها في التطورات العصرية النظرية والعلمية بمختلف المجالات العلمية. على بركة الله انطلق هذا اليوم امتحان التنافسي لطلبة الماجستير والدكتوراه المتقدمين في كلية التربية المدنية وعلوم الرياضة جامعة تكريت. عدد المتقدمين 81 للماجستير و21 للدكتوراه. في هذه الأجواء الطبيعية الممتازة ضمن عمل اللجنة الامتحانية، أكيد نشكرهم على ما قدموا سيد المعاون العلمي من مختلف محافظات العراق. الآن عندنا من الشمال إلى الجنوب تعبير واضح لجامعة كل العراقيين، وأن العراق قلب واحد وجسد واحد. نتمنى الموفقية للجميع، وإن شاء الله تكون هذه الامتحانات بمستوى عالي جدا جدا من الشفافية، وكل ذي حق يأخذ حقه بتوفيق الله. نسأل الله الموفقية للجميع، وأكيد إحنا نفرح إذا كان الناجح هو رياضي، لأنه إحنا كلية التربية المدنية وعلوم الرياضة، فنمزج الجانب العملي بالجانب النظري. نتمنى الموفقية للكل، وشكرا لقناة صلاح الدين الفضائية على ما تقدمه باستمرار من دعم ومواصلة ومعرفة الإيجابيات ونشرها، وفي طريق ودي نتجاوز بعض السلبيات. انطلقت في جامعة تكريت لهذا اليوم امتحانات التنافسي للمتقدمين من طلبة الماجستير والدكتوراه والدبلوم بواقع أكثر من 4000 طالب في جامعتنا الغراء، وفي كليتنا 257 طالبا كان المتقدمين لكليتنا كلية الزراعة في جامعة تكريت. الأسئلة كانت معدة وفق التعليمات الوزارية التي نصت على أن تكون 100% MCQ، وكان اختيارها وفق التعليمات العالمية، والحمد لله تم التهيئ لهذه الامتحانات منذ فترة وبإشراف رئاسة الجامعة متمثلة بالأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف. نتمنى لطلبة الأعزاء النجاح والتوفيق في هذه الامتحانات.
وفي القطاع الزراعي الذي تلتقي فيه عناصر الخدمات والأمن والاقتصاد، قال مدير زراعة المحافظة ناطق صالح رشيد إن نقل الصلاحيات الفنية إلى محافظة صلاح الدين سيمكن المديرية من تبسيط الإجراءات ومعالجة المشاكل والعقبات التي تواجه الفلاحين بشكل أسهل وبفعالية أفضل، وتوقع تحقيق نتائج مهمة في هذا الجانب خلال المستقبل القريب، مشيدا بأعمال للجنة الفرعية للهيئة التنسيقية بين المحافظات لتنفيذ هذه الإجراءات ومواصلة الجهود لحين اكتمال نقل الصلاحيات الفنية خدمة للفلاحين وللصالح العام. وإلى بغداد، حيث صلاحيات لا تستثني ضمان الحقوق، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني لرفع مستوى الخدمات الصحية والإيوائية للنزلاء والاستمرار بعمليات تأهيل مراكز الاحتجاز والسجون وتوفير البنى التحتية الكاملة من أجل تفادي الاكتظاظ ومنع تجاوز عدد النزلاء في أي مركز عن الأعداد المقررة تصميميا. السوداني وخلال اجتماع لبحث أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والرعاية بحضور وزراء الداخلية والعدل والصحة ومستشار حقوق الإنسان، استمع لعرض مجمل عن واقع السجون ومراكز الاحتجاز ومستوى الخدمات الصحية والرعاية الإنسانية المقدمة للنزلاء والمحكومين والمحتجزين، وفي المعالجات جرى التطرق إلى التشريعات الخاصة بإدارة ورعاية السجون والمراكز ومتابعة تشريع مشروع قانون العقوبات البديلة الذي ينظر فيه مجلس الدولة حاليا، ومتابعة تنفيذ وصياغة اتفاقيات تبادل لتنفيذ الأحكام. وفي ملف ضيسيلة، أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أن استمرار وجود مخيمات النزوح في العراق لم يعد لائقا أبدا، لا سيما مع زوال أسباب ومبررات إنشائها. رئيس الجمهورية وخلال استقباله وزيرة الهجرة إيفان جابرو دعا إلى توفير بيئة مناسبة تضمن عودة النازحين بشكل آمن ومستقر إلى مناطقهم عبر تأهيلها وإعادة إعمارها وإزالة الآثار والأفكار التي خلفتها العصابات الإرهابية. وبينما بدأ العد التنازلي إغلاق المخيمات نهاية الشهر الجاري، شدد الرئيس على تضافر جميع الجهود لأجل إنجاح توجهات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في حسم هذا الملف وإغلاق المخيمات بشكل تام، وضرورة قيام منظمات الأمم المتحدة بواجباتها والإيفاء بالتزاماتها بشكل إيجابي وبما يسهم في إنهاء هذا الملف. وفي ملف ضيسيلة بأسباب النزوح، بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانييل شابيرو مرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، وجاء ذلك خلال استقبال الأعرجي لشابيرو بحضور السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، وتناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الاستراتيجي وتعميق الشراكة الأمنية، إلى جانب بحث ضمان مواصلة الحرب على الإرهاب لمنع مصادر تمويله البشرية والمالية والإعلامية، وحث الدول على سحب رعاياها وغلق مخيم الهول السوري. وفي ملفات أخرى مترابطة مع بعضها، انتخب مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عامر الحسيني رئيسا للإدارة الانتخابية خلفا للقاضي عباس الفتلاوي. وذكر بيان للمفوضية أن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد ترأس إلى جانب أعضاء المجلس جلسة انتخاب القاضي عامر موسى الحسيني رئيسا للإدارة الانتخابية. ويذكر أن مجلس المفوضين يختار رئيس الإدارة الانتخابية لمدة سنة واحدة لإخضاع مبدأ الشفافية في الاختيار والعمل، بما يتيح لملاكات المفوضية تسهيل المهام وصولا للنتائج المطلوبة.
وعلى الجانب الآخر من متطلبات الاستقرار، أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر القرعاوي أن العراق يمر بأفضل موسم تسويق للحنطة في تاريخه، حيث وصلت كميات الاستلام لنحو 6 ملايين طن، مؤكدا أن الاستلام ما زال مستمرا وهناك كميات ببعض المحافظات خاصة في إقليم كردستان وكركوك ونينوى. وتوقع القرعاوي وصول الكميات التي سوف تستلم خلال موسم التسويق إلى ما يقارب 6.5 مليون طن، وهذه الكمية سوف تسد حاجة العراق لما يقارب من سنة إضافية إلى 3 أشهر خزين استراتيجي. وألمح إلى وجود فائض بحدود 1.5 مليون سوف تبحث الوزارة إمكانية تصديرها إلى دول الجوار وباقي دول العالم بعد موافقة مجلس الوزراء. وفي المعطيات الإيجابية، أعلنت وزارة الكهرباء تحقيق أرقام غير مسبوقة بإنتاج الطاقة حيث بلغت أكثر من 27 ألف ميجاوات. بيان الوزارة أشار إلى تدشين المرحلة الثانية لتأهيل شبكات التوزيع ونصب محولات متنقلة ومغذيات إضافية لتواكب الأحمال المتزايدة والطلب على الطاقة. أكد مواصلة العمل لتطوير قطاع النقل وتحقيق السعات الملائمة مع توسيعة ومعالجات شاملة لشبكات التوازي في المناطق التي جرى تشخيص عدم استقرار تجهيزها بشكل منتظم. وفي ذات الملف، يقول المعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي أن الحكومة المحلية من أوائل الذين نفذوا البرنامج الحكومي لغرض الاستفادة من إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية. وأضاف: نجحت إدارة كركوك في إنجاز مشروع نصب منظومات الطاقة الشمسية في 86 دائرة حكومية ومركزا صحيا ومدرسة منجزة حديثا بكلفة تزيد عن 3.6 مليار دينار. ويقول سكان في الحويجة أنهم استغنوا عن كهرباء المولدات وتحولوا للطاقة النظيفة وينعمون بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة بعيدا عن جدول التجهيز من الكهرباء الوطنية. أعلنت رابطة شركات الصرافة العراقية إضرابها عن المشاركة في نافذة بيع العملة احتجاجا على قرار أصدره البنك المركزي بشأن بيع الدولار للمسافرين وحصره بشركات محددة عبر المطارات، الأمر الذي يرجح تراجع قيمة الدينار أمام الدولار بما يخلق أزمة جديدة بأسعار الصرف. ويأتي القرار احتجاجا على إصدار البنك المركزي العراقي في الأول من تموز الجاري تعليمات جديدة تتعلق بحصر منح الدولار للمسافرين في المطارات بأربع شركات ابتداء من 14 تموز الجاري، وهو ما اعتبرته شركات الصرافة تهميشا وإضرارا بدورها. ويعني إضراب شركات الصرافة عن المشاركة في نافذة بيع العملة تراجعا في كمية عرض الدولار في البورصات مقابل زيادة الطلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى عتبة 1600 دينار على حد قول ممثل شركات الصرافة ضياء الطائي. ولأن لغة الأرقام ليست دائما في صالح العراقيين، كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان عن وجود أكثر من 10 ملايين عراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وبما يعادل 25% من السكان البالغ عددهم 43 مليون نسمة حسب وزارة التخطيط. وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان إنه على الرغم مما تقوم به الحكومة من جهود كبيرة في الإعمار بقطاعات الطرق والسكن وغيرها، إلا أن هناك ملفات كبيرة تمس حياة المواطن العراقي اليومية، وهي مسألة الفقر وقلة فرص العمل بالقطاع الخاص. وتابع الرديني أن هناك أكثر من 1,650,000 عاطل عن العمل مسجل، ما يستوجب مراقبة العمالة الأجنبية التي غزت السوق العراقية وقللت فرص العمل للعراقيين، وما يتطلب دعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل نوافذ الاستيراد لتشجيع المنتج المحلي وتوفير فرص العمل في الوقت ذاته.
وفي نشرتنا بعد الفاصل: إطلاق سراح قرابة 4000 نازل من إصلاحيات كردستان خلال 6 أشهر، وبناء أكبر بركة مائية في الإقليم بكلفة تصل إلى 4 مليارات دينار. قطعان الماشية لم تسلم من القصف الإسرائيلي الذي استهدف مزرعة جنوب لبنان، وتدمير مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف. أليك بالدوين يواجه خطر السجن 18 شهراً بتهمة القتل غير العمد في حادثة إطلاق النار في فيلم ريست. إلى التفاصيل مجدداً، أهلا بكم. أعلن مدير عام إصلاحيات إقليم كردستان إحسان عبد الرحمن بابان إطلاق سراح قرابة 4000 نزيل من إصلاحيات الإقليم بعد انقضاء مدة حكمهم خلال النصف الأول من العام 2024. وقال بابان في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد النزلاء في إصلاحيات إقليم كردستان خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 4311 نزيلا، مبينا أن مجموع أولئك الذين تم إطلاق سراحهم خلال الفترة ذاتها 3934 نزيلا. وأضاف أن أعداد أولئك النزلاء الذين يتلقون التعليم في الإصلاحيات في المراحل الدراسية كافة ابتداء من مرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وصولا إلى التعليم الجامعي بلغ 474 تلميذا وطالبا خلال العام 2024. زانكو في ماجاكان 474 خوين كارمان هي بو أمصاب خزمة بزاي تندرستي كروجاني ما بيشكشك إنه وشاك سازيغان لهم وشاك سازيغان بنكي تندرستي مانيا كخزمة بزاي. بدأت حكومة إقليم كردستان بالعمل لإنشاء بركة مائية ببلدة بنصلاوة التابعة للعاصمة أربيل، والتي ستكون أكبر بركة مائية في إقليم كردستان. وقال مدير الري بالعاصمة أربيل ريبوار حسن إن بناء هذه البركة المائية يأتي ضمن الخطط التي وضعتها الكابينة الوزارية التاسعة لحماية وإدامة المياه، وتعتبر بركة بنصلاوة أكبر بركة مائية في إقليم كردستان وتبلغ كلفتها حوالي 4 مليارات دينار. وأضاف يبلغ طول هذه البركة المائية 360 مترا ولها القدرة على تجميع 3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار والينابيع، ويبلغ ارتفاعها 17 مترا. أما مدة الإنجاز فهي سنة واحدة، مبينا أنه سيتم إنشاء 37 بركة مائية في أربيل، 20 منها قيد الإنجاز حاليا. أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جبل طورة في جنوب لبنان عن نفوخ عدد كبير من الماشية في إحدى المزارع اللبنانية، فضلا عن تدمير منزل صاحب المزرعة وحظيرته. ويقول صاحب المزرعة إنه فقد 170 من قطيعه في قصف لمنطقة زراعية لرعي الماشية. وتأتي هذه الغارات مع تصاعد حدة القتال بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كما تتزامن في وقت من المقرر أن تستأنف فيه المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الخسائر مثل ما أنك شايف يا أخي، هي قدامك الخسائر ومبينة، لأن نص القطيع راح، يعني في هون بين هون وهونيك بال 160 راس 170 راس اللي رايحين، وهلا دي مبينه وهيك، ومنطقه يعني مزرعه خارج مواشي يعني معروفه مبينه، يعني لا فيها شيء ولا شيء، يعني مزرعه ومزارعه وهيك. وصلنا 24 سنه هون يعني حاطين العنزات وما في شيء، ومنطقه هون معروفه يعني لجزين، يعني جبل لجزين هون ومعروفه وكلها زراعيه. أصاب صاروخ كروز روسي مستشفى أخماديت للأطفال في كييف، وتسبب بمقتل ممرضين اثنين على الأقل وإصابة 7 أشخاص بينهم طفلان. ودمر القصف مبنى مكون من طابقين بشكل جزئي. أما في المبنى الرئيسي للمستشفى المكون من 10 طوابق فقد تحطمت النوافذ والأبواب وتناثرت الدماء على الأرض في إحدى الغرف. وساعد العاملون في المجال الطبي والسكان المحليون في إزالة الأنقاض أثناء بحثهم عن الأطفال والعاملين في المجال الطبي، وشكل المتطوعون طابورا يمررون الحجارة والحطام لبعضهم البعض، وكان الدخان لا يزال يتصاعد في المبنى. وقدم المتطوعون وطواقم الطوارئ جهودا لانتشال الأشخاص مرتدين أقنعة واقية.
يواجه النجم الهوليودي أليك بالدوين خطر السجن 18 شهرا بتهمة القتل غير العمد في حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مديرة التصوير في فيلم ريست في إجراء قضائي سيستمر 10 أيام تقريبا. وشهد تصوير فيلم الويسترن ريست داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكي الأمريكية مأساة في تشرين الأول عام 2021، عندما شغل بالدوين سلاحا يفترض أنه يحوي رصاصا خلبيا، غير أن ذخيرة حية انطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا. وأكد بالدوين مرارا أن من أعطاه السلاح قال له أنه آمن، ولم تفضي جهود فريق الدفاع عن أليك بالدوين لإلغاء محاكمته إلى نتيجة، وتتهمه النيابة العامة بالتصرف الخاطئ في موقع التصوير متجاهلا قواعد السلامة الأساسية. وستراقب هوليود من كثب نتائج هذه القضية التي تخشى نقابة الممثلين من أن تكون سابقة تاريخية، ولم تتوصل النيابة العامة إلى تحديد كيفية وصول ذخائر حية وهي محظورة من حيث المبدأ إلى موقع التصوير. لكن المشرفة على استخدام الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد حكم عليها في نيسان بالسجن 18 شهرا لدورها في هذه القضية، إذ هي من وضعت الرصاصة في نسخة طبق الأصل من المسدس الذي استخدمه الممثل. إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يناقش الاستعدادات الإدارية والخدمية لزيارة محرم ويوزع صكوك التعويضات على المتضررين من الإرهاب. مجلس محافظة صلاح الدين ينتخب مديرا عاما للتربية وقائم مقاما للضلوعية. والسياج الكونغريتي يحاصر أهالي سامراء أمنيا واقتصاديا. السوداني يفتح ملف الحقوق الإنسانية للنزلاء، وتشريع مشروع قانون العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ السجون والخروقات. رئيس الجمهورية يرفض الإبقاء على مخيمات النزوح، والتجارة تفكر بتصدير فائض الحنطة لدول الجوار، وربع سكان العراق تحت خط الفقر. شكراً لحسن المتابعة، في أمان الله.